إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع منير الحافي. مساء الخير. في عناوين النشرة: اللغة العربية غنية ونستطيع أن نوفق ونلقى صيغة مقبولة. جملات يؤكد للمستقبل أننا ذاهبون لانتخاب رئيس توافقي، ويقول إن قرار انسحاب حزب الله من سوريا بيد إيران. حزب الله يعترف بالغارة الإسرائيلية ويتوعد بالرد، وسليمان يدعو بسيل إلى جمع المعطيات لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن. والجيش الحر يوجه ضربات قاسية لقوات الأسد في القلمون ودير الزور. ما كاد حزب الله يخرج عن صمته ويصدر بيانه الرسمي مؤكدا أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف موقعا للحزب قرب جنتة في البقاع أمس الأول، وأن العدوان لا يبقى دون رد حتى ظهرت جلية محاولات استثمار الغارة في الحسابات السياسية الداخلية. ومن خلال تصريح للوزير محمد فنيش من السراي بأن الغارة دليل وسبب إضافي لإدراج ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري. وفيما الكباش يتواصل داخل اجتماعات لجنة صياغة البيان على خلفية تمسك قوى 14 من أذار بإعلان بعبدة ومحاولات حزب الله للإبقاء على الثلاثية، كان رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط وفي حديث خاص لتلفزيون المستقبل يبدي تفاؤله بالتوصل إلى صيغة جامعة للبيان الوزاري ترضي جميع الأفرقاء، خصوصا وأن اللغة العربية غنية ومطاطة كما قال جنبلاط. جنبلاط أكد من جهة أخرى الذهاب إلى انتخاب رئيس توافقي للجمهورية. أما عن مشاركة حزب الله في سوريا وعن إمكانية انسحابه، فأشار إلى أن حزب الله لا يملك قرار الخروج، بل إن هذا القرار في إيران، وهذا مرتبط بمفاوضاتها مع الدول الكبرى. أعتقد أن في اللغة العربية، يعني اللغة العربية غنية ونستطيع أن نوفق بين نوفق ونلقى صيغة مقبولة. أخذين مع الاعتبار أن هناك أرض لبنانية محتلة من إسرائيل، وأخذين مع الاعتبار أيضا علينا أن نذكر في هذا العالم العربي وفي لبنان، حيث ذكر كلمة حق لبنان في المقاومة الدولة والشعب، يعني الدولة تقاوم وقاومت عبر الجيش، والشعب أيضا قاومت تاريخيا عندما كانت الدولة مقصرة في المواجهة. بالأمس حصلت غارة معينة في جرود النبشيت. مش مشكل هذه الغارة في الناقص أو في الزائد. رأينا كيف أن جحافل إسرائيل عندما احتلت بيروت اضطرت مغادرة بيروت. سنذهب إلى انتخابات رئاسية، وهذا أمر مهم جدا من أجل الاستقرار، الحد الأدنى من الاستقرار. ليس لدي مرشح، هام أن لا يكون هناك مرشح تحدي لهذا الفريق أو للفريق آخر. حسب الستاتيكو الموجود يبدو أن يجب الاتفاق على مرشح توافقي. توافق من هو الأوفق؟ لست لن أسمي يعني سابق لأوانها أن أسمي. لابد من التنسيق مع رئيس بري ومع الشيخ سعد الحريري، لابد من أن نناضل من أجل تخفيف الأضرار، ليميت دامج، تخفيف الأضرار، الحوار، انتخاب رئيس جمهورية، يعني توافقي، ثم أن نسير في تلك طريق الجلجلة، لأن الطريق الجلجلة طويل. طالما أن سوريا معرضة لهذه الحرب الطاحنة وربما للتقسيم، لكن عندما ننادي ونناشد الحزب بالخروج، هذا أمر القرار ليس هنا، القرار أبعد من هنا. لا أتوقع أن يعني أن نصل إلى وقف المسلسل الإرهابي، سيستمر. حديث جنبلاط لتلفزيون مستقبل نبثه كاملا في نهاية هذه النشرة. في أول تعليق رسمي على الغارة الإسرائيلية، أصدر حزب الله بيانا اعترف فيه بحصول الغارة داخل الأراضي اللبنانية، نفيا سقوط شهداء في صفوفه. وكانت تل أبيب أشارت إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت شاحنة تنقل صواريخ أرض من سوريا إلى لبنان. بعد صمت أكثر من 24 ساعة، أصدر حزب الله بيانا عن الغارة الإسرائيلية، وفيه أنه في 24 من شهر شباط الحالي قامت طائرات العدو الإسرائيلي بقصف موقع لحزب الله عند الحدود اللبنانية السورية على مقربة من منطقة جنتة في البقاع.
هذا العدوان أضاف البيان لم يؤدي إلى سقوط أي شهيد أو جريح، وقد لحقت بالموقع بعض الأضرار المادية فقط. بيان حزب الله أكد أن كل ما قيل في بعض وسائل الإعلام عن استهداف لمواقع مدفعية أو صاروخية أو استشهاد مقاومين وغير ذلك لا أساس له من الصحة على الإطلاق. وأضاف أن هذا العدوان الجديد هو اعتداء صارخ على لبنان وسيادته وأرضه وليس على المقاومة فقط، وهو يؤكد أيضا الطبيعة العدوانية للصهاينة ويتطلب موقفا صريحا وواضحا من الجميع. وختم حزب الله بيانه بالقول إن هذا العدوان الإسرائيلي لن يبقى بلا رد من المقاومة، وأن المقاومة ستختار الزمان والمكان المناسبين وكذلك الوسيلة المناسبة للرد عليه. في المقابل أكد مصدر أمني إسرائيلي كبير أن طائرات حربية إسرائيلية قد أغارت ليلة الاثنين على قافلة كانت تقل صواريخ أرض أرض من سوريا إلى لبنان. صحيفة التايم التي نشرت الكلام الإسرائيلي أشارت إلى احتمال أن تكون هذه الصواريخ قد زودت برؤوس حربية ثقيلة نسبيا وخطرة أكثر من الصواريخ التي يقوم حزب الله بتصويبها على الكيان الإسرائيلي. طلب رئيس الجمهورية ميشيل سليمان من وزير الخارجية جبران باسيل جمع كل المعطيات المتعلقة بالغارة الإسرائيلية لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن. من ناحية أخرى أمل سليمان أن ينجح أعضاء لجنة صوغ البيان الوزاري في إنجاز البيان انطلاقا من المناخات التي ساهمت في حصول التأليف. تعقد لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعا في هذه الأثناء في السراي الحكومي، هو السادس في محاولة للتوصل إلى مسودة للبيان، ومن هناك يطلعنا شربل عبود على آخر المستجدات. شربل، إذا ما هو جديد المناقشات هذه الليلة؟ منير، يمكن القول أن الجديد هو الأجواء التفاؤلية التي ترافق اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري السادس المنعقد هنا في السراي الحكومي في بيروت. هذه الأجواء يعني عكسها بشكل أساسي وزير الصحة وائل أبو فاعور، الذي قال أن الصيغة التي كان طرحها بالأمس نضجت وأنها بحاجة إلى بعض التعديلات. هذه التعديلات وفق مصادر مطلعة تتمحور حول موضوع حق اللبنانيين في المقاومة وذكر هذا الموضوع، إلى جانب طبعا إصرار القوى 14 من أذار على التأكيد على ضرورة ذكر احترام مقررات الحوار الوطني. إنما بعض المعلومات تحدثت عن أن فريق 8 من أذار يصر على أن تكون عبارة حق لبنان بالمقاومة أو حق اللبنانيين بالمقاومة أو حق لبنان واللبنانيين في المقاومة في مقدمة البيان الوزاري وليس في الفقرة المتعلقة بالمقاومة. أيضا مع ما إذا كانت ستكون حق لبنان بالمقاومة أم حق اللبنانيين بالمقاومة أم حق لبنان واللبنانيين بالمقاومة. إذا يمكن القول أن الأجواء تميل إلى التفاؤلية في هذا الاجتماع، إلا أن الوزير وائل أبو فاعور ذكر يعني قبيل دخوله إلى أنه لا يعتقد بأن البيان سينجز في هذه الجلسة وأن اللجنة قد تكون بحاجة إلى جلسة أخرى تعقد غدا. هذا أصلا ما سنعرفه فور انتهاء لجنة صياغة البيان الوزاري من اجتماعها الذي ما زال منعقدا هنا برئاسة الرئيس تمام سلام. منير، شكرا شربي. ومن عين التين، أعلن الرئيس نبيه بري أنه متفائل بالوصول قريبا إلى إنجاز البيان الوزاري. تقرير مها ظاهر. ما لم يقله معظم نواب لقاء الأربعاء فصله رئيس مجلس النواب نبيه بري، فأكد أنه لا زال متفائلا بالوصول قريبا إلى إنجاز البيان الوزاري، وقال: تعاطينا بمرونة في مناقشة البيان ونحن مستعدون للاستمرار على هذا النهج للوصول إلى صيغ توافقية حول البنود موقع النقاش والخلاف. وعن موضوع المقاومة، نقل النواب أن بري أطلعهم على محاضر 4 قمم عربية وبيانات مجالس الوزراء العرب وآخرها في العام 2013، وكلها أكدت على حق لبنان في مقاومة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية بكل الوسائل المشروعة. بين إعلان بعبدة وثلاثية جيش وشعب ومقاومة، لم يستبعد النواب أن يكون الرئيس بري عراب فكرة توافقية تؤدي إلى ولادة البيان الوزاري، وبالتالي تكون الخطوة المقبلة الدعوة إلى مناقشته خلال 48 ساعة. قضائيا، أصدر قاضي التحقيق العسكري عماد الزين مذكرة وجاهية بتوقيف القيدي في كتائب عبد الله عزام نعيم عباس في ملف جمال دفتردار بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بقصد القيام بأعمال إرهابية وتزوير أوراق ثبوتية. وقد استمهل عباس لتوكيل محام فأرجي استجوابه إلى الأسبوع المقبل مع مدعى عليهما آخرين لم يحضرا الجلسة اليوم. في البقاع، أوقفت مخابرات الجيش المدعو عين جيم بتهمة تزويد نعيم عباس بالمال مقابل القيام بأعمال إرهابية.
كما أوقفت السورية نضال سين في مشاريع القاع في البقاع الشمالي للاشتباه به لتورطه في عملية أمنية في المنطقة. تشييع مروان دمشقي في منطقة الطريق الجديدة وسط تضارب في المعلومات حول أسباب مقتله. تقرير سلمان العنداري. كان يفترض بمروان دمشقي أن يكون في عمله صباح الأربعاء، إلا أنه تحول إلى صورة بعد مقتله في ظروف غامضة إثر إصابته بطلق ناري في الرأس داخل سيارته على طريق نهر الكلب البحرية فجر الثلاثاء بعد أدائه صلاة الفجر في مسجد الخاشقجي، وفي وقت تستمر التحقيقات بملابسات مقتله. حال من الصدمة والذهول في شارع البرجاوي. قامت أنشودة بيقولوا شو فيها الأنشودة، ما كلنا بنعمل أنشودات، هن جماعة بيعملوا وهن أحزاب، يعني ما حدا منا بيقول لهم منكم أنتم. ما في أمان، يعني أنا هلا واحد شخص إذا أنا ما معي سلاح ما بقدر أمشي. معلومات متضاربة ربطت مقتل مروان بأنشودة أحفر قبرك في يبرود التي جاءت ردا على أخرى لحزب الله تحت عنوان أحسم نصرك في يبرود، فهناك من يقول إنه من أنشدها، ومعلومات أخرى تحدثت عن أنه شارك في إعدادها. أحفر قبرك أحفر قبرك أحفر قبرك في يبرود، أحسم نصرك أحسم نصرك أحسم نصرك بي برود. الجماعة الإسلامية لم تتهم أحدا بالقيام بعملية القتل ولا تجزم بأي فرضية حولها، وطلبت جمهورها في بيان بالانضباط وعدم الركون للشائعات. ووسط حال من الغضب وصل الجثمان إلى منطقة طريق الجديدة وشق طريقه إلى مسجد الخاشقجي، فأقيمت الصلاة على روحه ليوارى الثرى في جبانة الشهداء. بغض النظر عن المعلومات المتداولة إلى أن الحرب الدائرة في يبرود السورية انسحبت أيضا على الأناشيد، ومروان دمشقية ذهب تحيتها من شارع البرجاوي. سلمان العنداري، تلفزيون المستقبل. أعلن وزير العدل أشرف ريفي أنه سيرفع طلبات لإحالة كل الجرائم الإرهابية إلى المجلس العدلي. تسلم وزير العدل أشرف ريفي توقيع 70,000 مواطن يطالبون بإحالة تفجيري مسجدي السلام والتقوى إلى المجلس العدلي. ريفي أكد أنه سيرفع إحالات في كل الجرائم بما فيها تفجيرات طرابلس والضاحية الجنوبية إلى المجلس العدلي. اليوم بعد أن تسلمت التوقيع سأرفع إحالة إلحاقية تأكيدا على اقتراح الوزير السابق الذي أوجه له تحية على هذا العمل وعلى كل ما قام به بهذه الوزارة، لأؤكد ولأرفع معها التواقيع التي تحوي 70,000 توقيع إلى مجلس مقام مجلس وزراء، مقترحا إحالة هاتين الجريمتين الكبيرتين الإرهابيتين إلى المجلس العدلي مع كافة الجرائم المماثلة دون أي استثناء، بما فيها تفجيرات الضاحية الجنوبية، بما فيها تفجير السفارة الإيرانية، تفجيرات الهرمل وكافة التفجيرات المماثلة. وشدد ريفي على أنه على قناعة تامة أن العدالة وحدها تعطي الأمن والاستقرار، ولن يكون هناك ملف مهما على شأنه يبقى في الأدراج. في طرابلس أصيب مواطنان من آل عمران من جبل محسن في أقدامهما بعدما أطلق مجهولون عليهما النار في محلة سوق الكندرجي. تتابعنا بعد الفاصل. عشرات القتلى في الغوطة بكمين للنظام، وعقوبات على معرقلي السلام في اليمن. المسائية مستمرة، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها من أخبار. جنبلاط يؤكد للمستقبل أننا ذاهبون لانتخاب رئيس توافقي، ويقول قرار انسحاب حزب الله من سوريا بيد إيران. حزب الله يعترف بالغارات الإسرائيلية ويتوعد بالرد، وسليمان يدعو باسيل إلى جمع المعطيات لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن. مذكرة وجهية بالتوقيف القيادي في كتائب عبد الله عزام نعيم عباس واعتقال أحد مزوديه بالمال في البقاع. عشرات القتلى من كتائب الأسد وحزب الله في القلمون بعد أن انتقل الجيش الحر إلى مرحلة الهجوم، حيث سقط بين صفوفه عشرات القتلى أيضا بعد كمين نصبته كتائب الأسد بحسب وكالة أنباء النظام السوري.
إلى ذلك صعدت قوات الأسد من وتيرة قصفها لقرى درعا بالتزامن مع ارتفاع حدة الاشتباكات حول مطار دير الزور العسكري. وقال اتحاد تنسيقيات الثورة إن كتائب الأسد تراجعت من محيط المطار بفعل الضربات التي تلقتها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. العمليات العسكرية تتواصل على أطراف مدينة يبرود بريف دمشق التي يعجز النظام عن دخولها، وانتقل الثوار من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، إذ تمكنوا من قتل وإصابة العشرات من قوات النظام في عملية استهدفت نقاط تفتيش لقوات النظام وعناصر من حزب الله في بلدة القلمون بريف دمشق. بينما ذكرت وسائل إعلام أن 175 من الجيش الحر قتلوا في كمين نصبته القوات النظامية على مدخل أحد معاقل المعارضة. في هذه الأثناء يستمر التصعيد الذي تفرضه كتائب الأسد على قرى وبلدات درعة، في حين ترتفع حدة الاشتباكات حول مطار دير الزور العسكري، الأمر الذي جعل قوات النظام تتراجع. وفيما تعرض حي الوعر بحمص لإطلاق نار كثيف من قبل قوات الأسد، شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت حي مساكن هنانو بحلب بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في حي كرم الطراب ومنطقة الشيخ نجار وعلى عدة محاور أخرى شرق مدينة حلب. إلى ذلك شهدت مناطق إدلب واللاذقية قصفا مركزا طال عددا من أحياء تلك المحافظات. تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يفرض عقوبات ضد أفراد ومنظمات يهددون السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ولا يسمي القرار الأشخاص أو الكيانات التي ستواجه تجميد الأصول وحظر السفر. في المقابل ينص القرار على تشكيل لجنة لتقرير من سيخضع للعقوبات ولمراقبة تطبيقها وتكوين لجنة خبراء للمساعدة في التحقيقات. وفي النشرة بعد الفاصل، الحوادث الأمنية تزيد من تأزم الوضع الاقتصادي. جوجل يكرم شوشو على طريقته. تجمع طلاب وأساتذة وإدارة الجامعة الإسلامية في بيروت أمام ساحة الانفجار مقابل المستشارية الثقافية الإيرانية في بئر حسن، حيث استشهد الطالب عبد الله محمود عز الدين ابن بلدة عرسال، حيث كان في طريقه إلى جامعته لإجراء امتحاناته. وحمل المشاركون صور الشهيد عز الدين والورود الحمراء والبيضاء والشموع، ووصفوا في كلمات رفيقهم بالمثابر والمجتهد والمحبوب من الجميع. بعد أن زادت الأحداث الأمنية الأخيرة من تأزم الوضع الاقتصادي، ماذا تنتظر الهيئات الاقتصادية من الحكومة لتجاوز المرحلة الراهنة؟ تقرير محاسن مرسل. انعكس تشكيل الحكومة اللبنانية إيجابا في الشارع اللبناني وفي أوساط المعنيين بالشأن العام كالهيئات الاقتصادية، على الرغم من أن عمرها سيكون قصيرا. الجو السياسي سائر إلى مزيد من الانفراج، وترجم هالشيء من خلال تشكيل حكومة جامعة وإن الله راد قرب صدور بيان وزاري يرضي كل الأطراف. هالشيء عم بيتزامن مع استمرار دورة العنف وتسارع الأحداث الأمنية الإرهابية، والمؤسف أنه الغلبة على طول بتكون للوضع الأمني. ذعر الإرهاب المتنقل بين المناطق اللبنانية لا يسلم منه لا حجر ولا بشر ولا حتى اقتصاد. فإذا الضحية الأولى بطبيعة الحال هو الاقتصاد الوطني، وبتعرفي أنه ما في تعايش ممكن بين الاقتصاد والسيارات المفخخة. نحن اللي ناطرينه من الحكومة تأملنا الحد الأدنى من الاستقرار الأمني، مشان أولا الناس يكون عندها ثقة أنه تظهر من بيوتها. وبحسب رئيس جمعية تجار بيروت نقول الشماس، فإن الجمعية ستقوم بمبادرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتوعية المواطن اللبناني على أهمية الاستهلاك، كون الأخير عنصر إنقاذي ليس فقط للتجارة بل الاقتصاد ككل. في إطار زيارته إلى أستراليا، عقد أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري سلسلة لقاءات في العاصمة كامبرا، استهلها باجتماع إلى وزير الهجرة والمغتربين الأسترالي سكوت موريسون، ثم التقى وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، كما أجرى محادثات مع أعضاء لجنة الصداقة الأسترالية اللبنانية.
الحريري لبى والوفد المرافق دعوة إلى مأدبة غداء تكريمية أقامها على شرفه القائم بأعمال السفارة اللبنانية في كامبرا بحضور السفراء العرب. وزار الوفد لاحقا ضريح الجندي المجهول حيث وضع إكليلا من الزهر. لن نصل إلى الفقرة الاقتصادية مع ريما نجار. نبدأ مع الاختفاء المفاجئ للبيتكوينز من بورصة اليابان، الأمر يلي زاد من الغموض وعدم الثقة بالعملة الافتراضية أو ما يعرف بالبيتكوينز بعد ما كانت ببداية نيل الشرعية والثقة عند الناس. البعض بيقول أنه هالموضوع هو مجرد سوء تنظيم وإدارة، ولكن البعض الآخر زادت عنده الشكوك والتساؤلات حول موقع بيتكوين الحالي والمستقبلي أيضا. خلينا نشوف شو هي مخاطر بيتكوين بالأساس. أولا، هالعملة الافتراضية بتشكل خطر على البنوك التجارية المغمورة بالتكاليف الهائلة. ثانيا، هو بشكل تهديد على المصارف المركزية يلي ما عندها أي تأثير على قيمة البيتكوينز اللي عمليا ما بتخضع لأي إشراف نقدي. سواء كنت من مؤيدي أو من معارضي البيتكوينز، الأكيد اليوم هو أنه مستقبل هالعملة الافتراضية مبهم وغير منظم. وإلى كريدي سويس، إحدى المصارف الـ14 السويسرية المطاردة من قبل النيابة العامة بالولايات المتحدة بتهمة مساعدة أمريكيين أثرياء على التهرب من الضرائب الأمريكية. كيف كان عم بيتم الأمر؟ ساعد مصرف كريدي سويس المودعين الأمريكيين بإخفاء حساباتهم السويسرية وتجنب دفع الضرائب بمليارات الدولارات، فقد تم فتح حسابات مصرفية سويسرية لأكثر من 22 ألف زبون بالولايات المتحدة مع خلق معاملات لتجنب إثارة الشكوك. خبر التالي من قطاع تكنولوجيا الاتصالات، فمن بعد صفقة فيسبوك وواتساب أعلنت الشركة الإلكترونية اليابانية راكوتن عن نيتها دفع 900 مليون دولار لشراء خدمة التراسل الفوري والاتصال فايبر، حيث بتشوف الشركة أنه فايبر هي المكمل الأمثل لاستراتيجيتها الرقمية وخصوصا بعد شراء راكوتن العديد من الشركات. بالمقابل، أوضحت فايبر أنه هالاستحواذ معقول يساعدها تصير منصة للمحتوى الرقمي فضلا عن كونها خدمة للتراسل الفوري والاتصال. هالاستحواذ من المقرر أنه يتم بأواخر شهر أذار. وبنهي لليوم مع الذهب، فمع الأرقام عن تراجع بالنمو الأمريكي بسبب العواصف الثلجية المتكررة، زاد الطلب على الذهب يوم أمس مما جعله يرتفع إلى أعلى مستوى من 17 أسبوع لهلا، حيث سجل 1344 دولار للأونصة. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكن بكرة. موقع جوجل يكرم الفنان الراحل حسن علاء الدين شوشو على طريقته. في بلد نسي عظماءه ونسي كباره، فاجأت شركة جوجل مستخدميها في لبنان صباح الأربعاء بتغيير شعارها في الذكرى 75 لميلاد الفنان الراحل شوشو تكريما له. حسن علاء الدين أو شوشو، الذي اشتهر بأغانيه ومسرحياته وأعماله القريبة من الناس، أعطى خشبة المسرح الكثير. تميز بصوته التهكمي الطفولي وبشاربيه الطويلين وجسده النحيل وبثيابه غير المتناسقة للتعبير عن الاختلاف عن عصره. انتقل من الإذاعة إلى المسرح، سرق الأضواء وعشق التمثيل، واستطاع ببساطته وحنكته أن ينطق بحال الشعب اللبناني بكلمات لا تموت. شوشو الذي غاب على خشبة المسرح عام 1975 بعد أشهر من اندلاع الحرب الأهلية، ذهب ومضى بعيدا، لكنه ساهم بإضحاك الناس وانتقاد السياسيين وحفر مكانا في الذاكرة لا يمكن أن يمحى. وبعيدا عن التدني الكبير في بعض الكوميديا اللبنانية التي تجاوزت حدود التهذيب، يبقى شوشو ملك المسرح حتى إشعار آخر. رحمه الله. الآن نصل إلى صفحة الأحوال الجوية. بونسوار. سيطر الجو الدافئ على لبنان هالشتوية، وانحصر تساقط الأمطار هالأسبوع بهالثلاث أيام ومكمل لبكرة الخميس.
صورة جنون وصلتنا على أكاونت الإنستغرام من جورج الحج. وقبل ما نوصل على طقس لبنان خلينا نشوف كيف رح تكون الحرارة بالمنطقة المجاورة فينا. ومنبلش جولتنا مع القاهرة 22 درجة، 15 بالجزائر، 37 درجة بالخرطوم. منكمل جولتنا ومنوصل على بغداد 24، 17 بدمشق، 24 درجة بالمنامة. ومنختم أخيرا جولتنا مع الكويت 26، 30 بالدوحة، 28 درجة برياض مع تساقط ثلوج على جبل سلطنة عمان. نوصل هلا على طقس لبنان. مثل ما ذكرنا انه الطقس مايل للبروده، وعلى الساحل الحراره عم تتراوح بين 19 وال 11 درجه مع رطوبه عم توصل ل 70%، اما سرعه الرياح عم تسجل 20 كيلومتر بالساعه. تنخفض بالجبل تتسجل اقصاها 10 درجات اما ادناها 5، وترجع بترتفع بالداخل تتوصل اقصاها ل 12 اما ادناها ل 6 درجات. ننتقل هلا تنشوف بالتفاصيل كيف رح تكون الحراره ببعض المناطق والضياع اللبنانيه من شمال لجنوب. منبلش جولتنا مع عكار 16، 17 بطرابلس، درجتين بالارس، 15 بالكوره، نوصل على الهرمل مع 13، 14 بالقاع، 13 درجه ببعلبك، 12 درجه برياق. منكمل ومنوصل على جبال 11، 3 درجات بفريا، 19 بجونيه وببعبدا، وحتى بيروت عم بتسجل 19 درجه مع طقس غائم. منكمل ومنوصل على زحله 12، 11 بشتوره، 12 بعنجر، 17 درجه بمشغره، جزين 16، 15 برشيا، 17 بمرج عيون، 16 ببنت جبال. ومنختم اخيرا جولتنا مع صيدا، صور، وكانا و19 درجه. كيف رح يكون الطقس للثلاث ايام الجايين منشوف سوا. منبلش مع بكره الخميس، الطقس غائم مع احتمال لتساقط امطار متفرقه، والحراره عم تتراوح بين 19 اقصاها وال 12 ادناها. الجمعه غائم الى مشمس مع حراره مستقره على 19 اما ادناها بتوصل ل 13 درجه، اما بالنسبه للسبت ترتفع تتسجل اقصاها 24 درجه اما ادناها 7 درجات. لكل العالم اللي حابه تشوف الثلج عم ببلش يتساقط على علو 1500 متر مع حراره عم تتراوح بين الخمسه ودرجه واحده، بس اكيد انتبهوا من خضر الضباب. ما تنسوا تبعتوا لنا صوركم على اكونت الانستغرام والفيوتشر تي في ابلكيشن. شو ما كان طقسكم المفضل لاقونا على طول على المستقبل. نبقى الآن مع المقابلة التي أجراها الزميل منير الربيع مع رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط. مساء الخير. كان هذا المنزل في كليمونسو بمثابة نول حياكة، فمن هنا كانت تحاك المبادرات وتدور الزوايا للتقريب في وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين للوصول إلى حكومة سياسية جامعة. عقبات كثيرة أعاقت ولادة حكومة الرئيس تمام سلام. كان زعيم وليد جنبلاط يترقب ومع كل عثرة يطلق مبادرة مع صديقه الرئيس نبيه بري لتذليل العقبات أمام الولادة الحكومية، إلا أن في لبنان وكما هو معروف لا يوجد أو لا يتم أي استحقاق دون توافق إقليمي، فكان البيك المازج الأبرز بين حكمة العاهل السعودي المعهودة وبين الصبر الإيراني المستمد من حياكة السجاد. وليد بيك في ظل الانقسام العمودي الحاد بين الأفرقاء السياسيين في لبنان، كيف تم التقريب في وجهات النظر وما هي التسهيلات التي أطلقت لولادة الحكومة؟ يعني عملت وعمل الوزير وائل أبو فعور على مدى عامين تقريبا على إقناع المسؤولين في المملكة العربية السعودية وفي مقدمهم الأمير بندر بن سلطان على أهمية أن تكون الحكومة حكومة جامعة. ثم عندما شكلت أو سمي الرئيس تمام سلام فكان الشعار أنذاك تعلمون بأن تكون الحكومة جامعة دون استثناء وفيها تمثيل سياسي. ولاحقا بعد عدة محاولات نجحنا، وكانت الإشارة الإيجابية الممتازة من قبل الشيخ سعد الحريري عندما أطل من لاهاي على باب المحكمة الدولية ووافق على مبدأ الحكومة الجامعة التي لا تلغي التمثيل السياسي لأحد. فالعمل العلني والعمل في الكواليس إلى آخره والجهد المضني الذي قام به وائل أثمر، وبنفس الوقت يعني يبدو أن هناك معطيات إقليمية
ما هي هذه المعطيات الإقليمية؟ أقول يبدو يعني عندما ترى الحوار الغربي الإيراني كل هذا ينعكس، وعندما حتى تسمع بعض السفراء في لبنان أهمهم يعني عدم إلغاء إقصاء أحد ومحاولة تحييد لبنان، ونجحنا. ماذا عن البيان الوزاري؟ هناك نوع من شد حبال إن صح القول على صعيد البيان الوزاري حول ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة أو حول إعلان بعبدة. أعتقد أن في اللغة العربية يعني اللغة العربية غنية، ونستطيع أن نوفق بين يعني بين نوفق ونلقى صيغة مقبولة، أخذين مع الاعتبار أن هناك أرض لبنانية محتلة من إسرائيل، وأخذين مع الاعتبار أيضا علينا أن نذكر في هذا العالم العربي وفي لبنان حيث ذكر كلمة حق لبنان في المقاومة الدولة والشعب، يعني الدولة تقاوم وقاومت عبر الجيش، والشعب أيضا قاومت تاريخيا عندما كانت الدولة مقصرة في المواجهة. بالأمس حصلت غارة معينة في جرود النبشيت، مش مشكل هذه الغارة في الناقص أو في الزائد. رأينا كيف أن جحافل إسرائيل عندما احتلت بيروت اضطرت مغادرة بيروت. هناك وضع أمني حرج في لبنان إن لم نقل خطر في ظل التفجيرات والسيارات الإرهابية المفخخة التي تضرب المناطق اللبنانية خصوصا مناطق حزب الله. هل ترى أن ذلك هي من تداعيات دخول حزب الله إلى الحرب السورية؟ بعضهم يقول أنه نتيجة دخول الحزب إلى سوريا. طيب إخراج الحزب كما ينادي البعض هذا أمر لا يتعلق بالحزب كحزب، هذا أمر أكبر بكثير من قدرة الحزب، هذا أمر مرتبط بالجمهورية الإسلامية وبمدى إذا صح التعبير الحوار الغربي الإيراني. ولكن لبنان يتعرق. عظيم أوكي أفهم هذا الأمر، لكن عندما ننادي ونناشد الحزب بالخروج هذا أمر القرار ليس هنا، القرار أبعد من هنا. طبعا هذا يعطي ذريعة لما يسمى المجموعات الإرهابية أن تأتي، إلى جانب أن هناك مع الأسف عندما نرى لبنان نرى سوريا نرى العراق هناك مدرسة مغلوطة تحرف الإسلام. كيف هو السبيل لحماية المناطق اللبنانية، لحماية لبنان، لحماية الأمن اللبناني وأمن اللبنانيين؟ أولا الحوار بين اللبنانيين، الحكومة تعزيز قدرات الجيش، وهذا أمر مفيد. الهبة السعودية للجيش طبعا ستترجم يعني عبر ربما أشهر أو سنوات، والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية، فرع المعلومات، مخابرات الجيش، الأمن العام إلى آخره، يعني لتخفيف من الأضرار. لا أتوقع أن نصل إلى وقف المسلسل الإرهابي، سيستمر مع تشكيل الحكومة. هل ترى أن لبنان دخل مرحلة عدم الفراغ؟ هل ترى أن سنذهب إلى انتخابات رئاسية؟ سنذهب إلى انتخابات رئاسية، وهذا أمر مهم جدا من أجل الاستقرار، الحد الأدنى للاستقرار، وأيضا من أجل طمأنة الاقتصاد، لأنه لا تنسى هناك القطاع المصرفي، والفراغ قد يزيد الأعباء على قد يعني يجعل بعض الشركات الدولية تعيد النظر في تصنيف لبنان. من هو مرشحك للانتخابات الرئاسية؟ ليس لدي مرشح، هام أن لا يكون هناك مرشح تحدي لهذا الفريق أو للفريق الآخر. حسب استاتيكو الموجود يبدو أن يجب الاتفاق على مرشح توافقي. توافق. من هو الأوفر حظا؟ لن أسمي. يعني سابق لأوانه أن أسمي، لابد من التنسيق مع رئيس بري ومع الشيخ سعد الحريري. جنيف 2 فشلة. الدم أو حمام الدم مستمر في سوريا، ما هو الأفق في سوريا؟ كيف ترى المستقبل الآتي لسوريا وللشعب السوري؟ مع الأسف سوريا نتيجة التجاذب الدولي على مستقبل سوريا بين الدول الكبرى وبعض الدول الإقليمية، مستقبل سوريا قد يذهب إلى الشرذمة، إلى التقسيم، وسنفقد. وإذا ما سوريا سارت في هذا المجال
نكون قد فقدنا عاملا أساسيا في الاستقرار وفي المواجهة. يقلقك موضوع تقسيم سوريا؟ طبعا طبعا يقلقني تقسيم سوريا، لأن تقسيم سوريا هذا هو العراق. أين هو العراق؟ انتهى العراق. لمصلحة من تقسيم سوريا؟ إسرائيل اليوم. تبقى الدولة المسيطرة الأساس إسرائيل فقط؟ فقط. من جنيف السوري إلى جنيف الإيراني، هناك اتفاق مبدئي حصل بين إيران والدول الخمس الكبرى أو الدول العظمى، هم يتجهون إلى توقيع اتفاق شبه نهائي أو اتفاق نهائي بحال تم تنفيذ ما اتفق عليه في اللقاءات الأولى. كيف ترى هذا المسار وما هي أفقه، وهل سينعكس إيجابا على الساحة العربية وخصوصا على علاقات إيران في الخليج بضوء الحديث عن مبادرة من سلطنة عمان؟ لابد من تعجيل، لابد من يعني إتمام تلك الصفقة حول النووي، لأن حتى الآن البند هو النووي. وكما تعلم يعني رفضت إيران الذهاب إلى جنيف، لأنها إيران حتى هذه اللحظة لم توافق على الصيغة الانتقالية المنصوص عليها في جنيف. لاحقا ربما قد يأتي دور سوريا في المحادثات، لكن في هذه الأثناء لابد من، أعتقد من المهم أن يكون هناك حوار عربي خليجي إيراني. هل هناك بالإمكان؟ لم أسمع. تعلم نكتشف يعني لاحقا بالحوار الأمريكي، الحوار الأمريكي الإيراني عند عبر سلطنة عمان، وهذا مهم. إلى جانب هذه الأمور، همي سوريا، تبقى سوريا الأساس، تبقى وحدة سوريا الأساس، تبقى الحفاظ على الجيش السوري الأساس، تطهير الجيش من عناصر الإجرام وتطهير الأمن، وكيفية إخراج النظام الحاكم. هل سيخرج النظام الحاكم؟ شخصيا لا أعتقد. تفجر في الصيغة الانتقالية، هناك على المعارضة أن تستلم مقدرات الحكم، لكن أيضا على المعارضة أن تسيطر على تلك الشراذم المسلحة على الأرض. لطالما أكدت أن النظام السوري لن يبقى، هذا الجديد اليوم أنك ترى شخصيا أن النظام سيبقى؟ ربما يبقى على أشلاء سوريا، وهذا هو الخطر. المهم الحفاظ على سوريا كسوريا، وإلا كما سبق وذكرت تبقى هناك ثلاثة دول غير عربية تشاهد الدمار: إسرائيل المستفيد الأول، الجمهورية الإسلامية موجودة، وتركيا. تركيا لتركيا طموحات معينة، لكن تصطدم بالواقع الكردي الداخلي وفي سوريا. إسرائيل عندما ترى إسرائيل بأن العرب يتقتلون ويهجرون بعضهم البعض بالمئات الألاف أو بالملايين، ماذا يمنع إسرائيل لاحقا في الوقت المناسب أن تهجر عرب فلسطين 48 إلى الضفة أو إلى شرق الأردن؟ بثلاث كلمات، كيف ترى المقبل من الأيام؟ لابد من أن نناضل من أجل تخفيف الأضرار، limit the damage، تخفيف الأضرار، الحوار، انتخاب رئيس جمهورية يعني توافقي، ثم أن نسير في تلك طريق الجلجلة، لأن الطريق الجلجلة طويل. طالما أن سوريا معرضة لهذه الحرب الطاحنة وربما للتقسيم. لكننا دخلنا الحرب السورية، ماذا تنصح الأفرقاء الذين دخلوا سوريا وخصوصا حزب الله؟ ربما إلى بعض الأفرقاء في لبنان الذين قد تنتابهم أفكار بأن التقسيم في لبنان موجود، لابد من فتح صفحة جديدة من العلاقات اللبنانية، وكأن الإشارات اليوم إيجابية. أشكرك على هذه المقابلة، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. وفي دي ان اي بعد هذه النشرة يواصل نديم قطيش القراءة في إعلام ومواقف معلقي الممانعة من الغارة الإسرائيلية التي قال حزب الله اليوم إنها استهدفت موقعا تابعا له. ننتقل مباشرة الآن إلى السراي الكبير والوزير وائل أبو فعور. الكل صاروا جاهزين؟ اوكي.
شكرا، يعطيكم العافية. اختتمت لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعها السادس الذي عقد برئاسة دولة الرئيس تمام سلام. ما أستطيع قوله هو أن النقاش هو نقاش راقي إلى أقصى الدرجات، وهو نقاش مسؤول إلى أقصى الدرجات. وما تم إنجازه حتى اللحظة من خلاصات أنجزت معظم القضايا التي يمكن أن تكون ذات طابع إشكالي في البيان الوزاري. باقي هناك بعض القضايا للنقاش. ستعود اللجنة إلى الانعقاد نهار الجمعة السابعة الساعة الرابعة بعد الظهر. عدم الانعقاد غدا يعود فقط لبعض الأسباب التقنية أو لارتباطات سابقة لبعض الزملاء الوزراء من أعضاء اللجنة. المنح الإيجابي في النقاش يتغلب في كل جلسة. طبعا نحن نناقش قضايا إشكالية كبرى وخلافية في البلد، وأعتقد أن تجربة النقاش الذي حصل والتي تحصل على طاولة لجنة صياغة البيان الوزاري جديرة بأن تقتبس على طاولة الحوار الوطني لمدى المسؤولية، مدى الرقي، ومدى الإصغاء والتفاهم وتبادل الأفكار الذي يحصل فيها. آمل أن جلسة نهار الجمعة القادم تكون خاتمة الجلسات بمعنى الوصول إلى كل الصياغات النهائية. معالي الوزير، إذا طرح خيار التصويت، يعني تذهبون إلى مجلس الوزراء وتصوتون ويحصل المجلس للنقاش، شو رأيكم بهذا الطرح الذي طرح امبارح على جلسة أعضاء اليوم؟ لا أعتقد أن الفكرة التي قامت عليها حكومة المصلحة الوطنية، فكرة التفاهم الوطني، يجب أن نسمح بأن تتداعى لمجرد بعض النقاش. فلنتذكر بأنه ما تم إنجازه حتى اللحظة في هذه اللجنة يعتبر إنجاز قياسا إلى ما تم إنجازه في حكومات سابقة. طبعا العنصر الضغط الأساسي علينا اليوم هو أن عمر الحكومة قصير، عمر بيد الله، ولكن عمر الحكومة قصير ربطا بالاستحقاق الدستوري القادم الذي نصر أن يجري ويصر الجميع أن يجري في موعده. ولكن قياسا إلى كل التجارب السابقة هذا إنجاز. ونحن مشاهدينا ننهي النشرة بالتذكير بأبرز العناوين. اللغة العربية غنية ونستطيع أن نوفق ونلقى صيغة مقبولة. جنبلاط يؤكد للمستقبل أننا ذاهبون لانتخاب رئيس توافقي، ويقول قرار انسحاب حزب الله من سوريا بيد إيران. حزب الله يعترف بالغارة الإسرائيلية ويتوعد بالرد، وسليمان يدعو باسيل إلى جمع المعطيات لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن. الجيش الحر يوجه ضربات قاسية لقوات الأسد في القلمون ودير الزور. وإلى هنا تنتهي النشرة من لينا، ومني أطيب الأمنيات، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. اللي بيفخر واللي بيقتل مدنيين مجرم. We'll be right back.